بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حنفي عبد السلام، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى راعي الحياة. قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى راعي الحياة بيقدم خدماته للكبار وللأطفال في جميع أمراض الأذن والأنف والحنجرة، والقسم مجهز بكل الأجهزة للتشخيص وعلاج أمراض الأذن زي التهاب الأذن الخارجية، التهاب الأذن الوسطى، الدوار، ضعف السمع، والتهابات الجيوب الأنفية، وانسداد التنفس من الأنف، والحاجز الأنفي، وتضخم قرنيات الأنف، وبحة الصوت، والتهابات اللوز والأحمية خلف الأنف في الكبار وفي الأطفال. وبيقدم خدماته بعلاج هذه الأمراض كلها سواء دوائيا أو جراحيا، ونتمنى السلامة للجميع.